السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي الكرام. النهاردة هنفرد معانا الشرايط اللي هي البلاستيك اللي بيمشي عليها اللوف، لأن طبعا هو ما شاء الله عدى الخشب أهون، ده كده ارتفاع 2 متر أهون. المفروض إن أنا هسيبه من هنا كده على أساس إن هو ينزل بقى معايا، ما هو مش هيطلع بقى على الغابة فوق. هنزله كده على الشرايط بالشكل ده كده، وهنفرد برضه الشرايط عشان يمشي معانا واحدة واحدة. طبعا هنطلع الخيوط دي، الأحبال دي اللي بيمشي عليها، هنحاول إن احنا نربطها. طبعا فردت له الشريط ده أول امبارح، لأن طبعا لو فردتلوش الشرايط دي هينزل، ممكن ينزل على الأرض وممكن يمشي على الخشب ده، فطبعا هيجي يفرع من الجناب وبيخلف مع كل ورقة كده بيطلع خلفة، لازم يبقى فيه شرايط معمولة بالطرق العرض. طبعا كنت هحللها عشان الشمس ما تأثرش عليها. هنربطها تاني معانا، هنعمل في كل شارع 2 بالطول وواحد بالعرض، او واحد وواحد مش مشكلة، يعني المسافة دي 2 متر و20. لو بقى فيها واحد بالطول وواحد بالعرض حلو خالص، هيبقى الفاصل معانا ما بين الفرق ما بين الخشب المرينة اللي بالعرض دي وما بين الشريط متر، وده يعني مسافة كويسة. هنفرده مع بعض كده، بعد كده هنطلع هو الخشب كده ماشي بالشكل ده كده، لأن زي ما احنا شايفين هو خلاص هو طلع فوق اهو. المفروض بقى ان هو ينزل على الشرايط دي بالشكل ده كده. هاخده طبعا ده بيوصل معايا لغاية الاخر، معايا لغاية اخر الشارع، وهرجع اخد واحد معايا تاني بالعرض. انا لمه هناك اهو موجود، هيفرد واحد بالطول وواحد بالعرض. فانا عشان ما اطولش عليكم، احنا النهارده بنتكلم على فرد الشرايط اهو، والتعديل بعد كده على الشرايط برضه ان شاء الله هنصوره لكم واحده واحده مع بعض ان شاء الله، عشان ما اطولش عليكم. وما تنسوش الاعجاب والاشتراك في القناه لو عجبكم الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.